فتوح في الطريق لتصوير فيديو من داخل نادي الزمالك وهو منكسر في خلف الأسوار وبيعتذر وكأن مفيش شيء حصل. أيوه انسى قصة إن في رئيس نادي طلع قال إن عندي اتنين بيحششوا، عادي جدا هيمر مرور الكرام. كابتن مجدي عبد الغني نايم شويتين وملوش لا حس ولا خبر، ولا هو ولا الجمعية اللي بتحمي حقوق اللاعبين بالرغم من وجود رئيس نادي بيتهم اتنين لعيبة عنده بإنهم بيحششوا، وبعد كده بيعتذروا عادي. ومشاركة كهربا في ماتش المصري وصفقات النادي الأهلي ما بين معارض ومتفق، ومروان عطية ومحمد محمود الصفقة اللي لغاية دلوقتي لسه ما تمتش بشكل رسمي. تعال نتكلم في حلقة جديدة من المشجع، لكن قبل ما نتكلم ما تنساش تعمل متابعة على الفيسبوك، وما تنساش تعمل سبسكرايب لو انت بتشوفني على اليوتيوب، ما تنساش اهم حاجة تكتب كومنت وكمان تعمل لايك عشان بإذن الله نوصل السنة دي للمليون بيكم وليكم. حلقة جديدة من المشجع، تعال نتكلم اول شيء سريعا كده على احمد فتوح. خليني اقول لك ان قبل ما اكون بسجل الحلقة دي او الحلقة دي وهي بتتسجل دلوقتي، احمد فتوح قاعد في نادي الزمالك مع المستشار مرتضى منصور ورئيس نادي الزمالك اللي اتهمه بان هو بيحشش وان هو بيجيب نسوان هو وعبد الله جمعه. عبد الله جمعه طلع في فيديو واعتذر، فتوح دلوقتي بيعتذر بعد ما تدخل ناس كتير منهم كابتن اسماعيل يوسف وحاول عمل صلح ما بينهم، وفعلا فتوح قاعد وهيرجع للتمرين اللي هو غايب عنه بقاله 3 ايام وكأن مفيش اي شيء حصل، ولا عندنا حد هيحقق في الموضوع، ولا عندنا اتحاد كوره ولا رابطه ولا اعلام هيتكلم ما عدا هاني حتحوت ومحمد شبانه او الاستاذ محمد شبانه. طبعا كل الناس انا بتكلم اساميهم دايما الاستاذ، يعني عشان لو انا بنسى، بس يعني احترامي دايما للجميع، الاستاذ استاذ والكابتن كابتن، عشان بس الموضوع ساعات انا بقوله ساعات بنساه، بيبقى مش بغرض حاجه ولكن هو بيبقى سهل لان كل الناس لها كل الاحترام والتقدير. طبعا فتوح دلوقتي فين؟ فتوح قاعد في النادي وطبعا هيصور الفيديو الجميل وهيطلع علينا. المنظومه بقى الرياضيه فين؟ ما حدش بيتكلم، لا نسمع ولا هنتكلم ولا هنعمل اي حاجه. طب زيزو اللي غاب للاجهاد فجاه والتحليل بيتعمل، لا عادي برضه مش هنتكلم، وزيزو رجع التمرين ومفيش اي حاجه. طب المنشطات واللجنه والناس اللي حصل والدنيا اللي اتقلبت، لا عادي جدا مفيش اي حاجه والموضوع هيمر مرور الكرام. طيب فين كابتن مجدي عبد الغني اللي كان بيتكلم على عبد الله السعيد وانه ازاي بيضطهدوه وجمعيه حقوق اللاعبين المحترفين، ولما جاب حسام عاشور وقعده في المكتب عنده عشان يغلط في مجلس اداره النادي الاهلي وفي كابتن الخطيب؟ ما تعرفش طبعا، هو نايم دلوقتي وبعافيه شويه، لكن هو ظهر من فتره او ظهر من يوم وعمل فيديو بيقول ان قناه الاهلي بتثير التعصب، لكن هو ما بيشوفش قناه الزمالك، ما بيشوفش مداخلات المتشار لما كان هو نفسه بيدخله وبيشتم مصر كلها وبيهم مصر كلها. لكن ان هو مثلا يتكلم عن اهدار المال العام في صفقه سامسون مش هتسمع صوته، اهدار المال العام في صفقه ابراهيم النضاي المصاب اصابه مزمنه مش هتسمع صوته، انك تشوفه بيتكلم عن اهدار مال عام في صفقه زكريا الوردي اللي جه لعب ماتش ومشي برضه مش هتسمع صوته، انك تشوفه بيتكلم عن رئيس نادي طلع اتهم 2 لعيبه بيحششوا وهو ما عندوش اثبات او ما عندوش تحليل وان ده بيضر بيهم وبسمعتهم وكمان بمستقبلهم برضه مش هنسمع صوته، او يتكلم ان ده اضر بسمعه مصر برضه مش هنسمع صوته. ليه؟ يعني هنعتبره مغفل شويتين، الحاجات دي هو ما بياخدش باله منها، الحاجات دي طالما ما بتمرش في الجزيره او على النادي الاهلي او على مجلس اداره النادي الاهلي او على لعيبه الاهلي او على صفقات الاهلي، يبقى احنا زي ما بنقول لا نسمع لا نرى لا نتكلم، لا نسمع لا نرى لا نتكلم. ده بالنسبه لكابتن مجدي عبد الغني اللي دايما بيكون بعافيه شويتين في اخبار نادي الزمالك، يعني ما بياخدش هو باله من الحاجات الصغيره دي. فتوح بيصور، خليكم فاكرين هيطلع في مشهد خلف الاسوار، كابتن مجدي عبد الغني كل الحاجات دي هو ما شافهاش ما يعرفش عنها حاجه، لكن شايف ان قناه النادي الاهلي بتثير التعصب وقناه الزمالك بتبث الروح الرياضيه وبتبث التفاؤل والرياضه والمحبه ما بين الجميع اللي بتشتم في مصر كلها 24 ساعه وبتبث افلام اباحيه وبيتهم فيها لعيبه بان يعني ماشي يعني هنعدي او خلاص الموضوع بقى، يعني لازم تعمل نفسك مش واخد بالك لان الموضوع بقى يدعو الى الجنان، بقى ضرب من ضروب الخيال اللي بيحصل تحس ان هو فيلم
فيلم او حلم ونفسك تصحى منه انه لا مش دي الكوره اللي احنا المفروض نبقى قاعدين بنتكلم فيها. الموضوع تخطى حدود التحفيل. الموضوع تخطى حدود المنطق، الموضوع ما بقاش تحفيل، الموضوع بقى صعب جدا، بقى فج، بقى ما بقاش ليه علاقه بالرياضه، بقى اتهامات وقواضي وكلام قلته كتير، ولكن للاسف كل يوم بيزداد سوءا. وللاسف اللي بيلام احنا قناه النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي، احنا اللي وحشين، احنا اللي بنثير الفتن، احنا اللي بنثير التعصب. لكن قناه نادي الزمالك، اداريين نادي الزمالك، رئيس مجلس اداره الزمالك، اعضاء مجلس الزمالك، لعيبه الزمالك بجناحات. ما فيش، مش هم الازمه، الازمه احنا، بالرغم ان مصر كلها عارفه مين سبب الازمه، ولكن ده قدرنا. زي ما كده من اهم مشاكل الاسماعيلي في ان هو اخر الدوري ان الاهلي ما بيروحش اسماعيليه، يعني مشاكل تضغط دي الاهلي ما بيروحش اسماعيليه. طيب نيجي للجزء الثاني اللي نيجي بيه، وهو مشاركه كهربا في ماتش المصري. كهربا المفروض ان بعد بكره يبقى يوم 12، يعني هو على سيستم التي ام اس بقى خلصت الست شهور ويقدر ان هو يلعب. ولكن النادي الاهلي بالرغم من تاكيد كهربا ومحامي كهربا ومحامي النادي الاهلي بان كهربا يقدر يشارك وان النادي الاهلي يقدر يشارك، ولكن النادي الاهلي قال ان هو مش هيخلي كهربا يشارك او مش هيستخدم كهربا انه يبقى موجود في السكور شيت الا لما الفيفا يرد بشكل رسمي واضح وصريح ان تمام يقدر اللعيب يشارك دلوقتي بفتوى واضحه وصريحه من الفيفا، ما فيهاش اي مجال للشك نتيجه اي تلاعب يحصل من اتحاد الكره المصري زي ما حصل اصلا في بدايه القصه نتيجه مش عارف ايه. هتيجي تقول لي طب ما هو كهربا ممكن يلعب، بس الزمالك لو عمل مش عارف مين في شهر 9 ممكن يوقفه تاني. ممكن طالما ما دفعش، ده ما حدش بينكره. هي القصه كلها دلوقتي في ان كهربا المفروض بعد انتهاء 6 شهور يلعب، الا ان الزمالك يجدد او يطلب تاني ان اللعيب ما سددش وبعد انتهاء فترتين قيد في شهر 9 فيقدر انه يقف كهربا تاني لو ما سددش. الوضع الحالي كهربا يقدر يلعب، القانون واللائحه وكل حاجه، لكن الاهلي بيخرج نفسه بره كل الحسابات دي، فتوى كامله من الفيفا بالذات كمان بعد ما اتحاد الكوره قال انا مش فاهم الجواب، انا مش فاهم الخطاب. فواضح ان التلاعب ممكن يحصل. الاهلي المتربصين بيه كتير، ان انت تتكلم في ان كهربا ما يلحقش ماتش المصري فيلحق الماتش اللي بعده او اللي بعده، خلاص انت راجل بتتكلم في ان راجل قاعد بقاله 6 شهور، ما فرقتش من 6 شهور واسبوع، من 6 شهور ويومين. هتيجي تقول لي يعني معناها تقول ان كهربا مش هيلعب؟ انا ما بقولكش كهربا مش هيلعب، كهربا هيلعب. عشان بس كلام واضح وصريح. طبقا للائحه كهربا هيلعب وهيشارك وما توقفش بشكل اخر. ولكن الاهلي زي ما بيقولوا بيستف ورقه نتيجه التربص وان الناس كلها اعداله بتتصيد اي حاجه او بتحاول تعمل اي شيء. انت كان عندك لعيب جاي من البرازيل قال لك اللعيب ده هيتوقف 6 شهور. واللعيب ده هيتوقف سنه، ولدرجه ان في ناس قررت تجيب وتعمل مدخلات مع رؤساء مع ناس زي ما بيقولوا كده في ايه في رابطه الحكام او مش رابطه النقاد بتوع الحكام، وقال لك ده رئيس رابطه الحكام في بوليفيا او رئيس لجنه الحكام في بوليفيا وعاشوا في مداخلات وحاجات كده. فتخيل التربص عامل ازاي. فالاهلي بيحط نفسه زي ما بيقولوا كده في السيف سايد. طيب ده بالنسبه للقصه دي. وبالنسبه للقصه الاخيره اللي هنتكلم عليها او قصتين، قصه مروان عطيه. مروان عطيه رسميا لسه الاهلي ما اعلنش رسميا، لكن كل الكلام وكل الاعلاميين وكل الصحفيين بيؤكدوا ان الصفقه خلصت والاتفاق كله على اللعيبه المعاره. اللعيبه المعاره، الاهلي هيدي فلوس واثنين لعيبه معاره، الاثنين دول المفروض ان هم عمار حمدي ومحمد محمود. عمار ما عندوش مشكله، ليه؟ لان عمار كده كده راجل راجع من اصابه صليبي، عارف ان هو لما يطلع على 6 شهور ويرجع يكون بيلعب لان هو بيحب يشارك، وعارف ان الاهلي هيبقى صعب جدا لان انت الاهلي بتتكلم في مشاركه في افريقيا، مشاركه في كاس عالم، مشاركه في دوري، مشاركه في كاس، بطولات الاهلي الكثيره جدا، فمش هيبقى صعب ان انا اديك لان هي مش هتبقى مستحمله والوقت ضيق. فهو بالنسبه لو رحت لفريق مفيش الضغط ده العب ارجع لمستوايا ارجع للاهلي. محمد محمود هو اللي بالنسبه لي علامه استفهام كبيره جدا، لعيب اهلاوي جدا وكل شيء، ولكن لعيب عنده ازمه دايما. يعني هو قال لك لا اصل مش عايز اطلع الاتحاد، انا كنت عايز اطلع فيوتشر، اصل فيوتشر هيدوني، اصل فيوتشر وعدني. شيء غريب جدا ما تعرفش. انا محمد محمود من اللعيبه بالنسبه لي اللي هو اهلاوي، بس انا مش قادر افهم انت بتحب الاهلي ولا بتحب نفسك ولا انت بتحب، يعني ما تفهمش. لو هو كان طلع مثلا من سنه اعاره كان افضل له وكان زمانه بيشارك في الاهلي. لو هو الاهلي يقول له اطلع هنا يقول لك لا اصل انا عايز اطلع هنا، اصل انا مش عايز اطلع عاري، ما تفهمش هو عايز ايه. انا بالنسبه لي لعيب عليه علامات استفهام كثيره جدا، ما بشككش في اهلويته، ولكن
تصرفاته بتثير استغرابي بصراحه، لان انا بشوف ان اللاعب اللي بيبقى عايز مصلحه نفسه ومصلحه النادي الاهلي يتصرف طبقا لمصلحه الجميع، وهي ان انا شارك، هتروح نادي هتلعب فيه هتشارك فيه ترجع للاهلي بقوه، تبقى عملت مصلحه الاهلي وعملت مصلحه نفسك. لكن فكره اني مش عايز اطلع وافضل قاعد، لا اصلا هطلع بس انا مش عايز اطلع هنا، لا انا عايز اطلع هنا، اعتقد ان ده شيء بالنسبه لي يعني معالي علامات استفهام، وشيء مش لذيذ بالمره بالنسبه لمحمد محمود، لا لمستقبله ولا للنادي الاهلي. ولكن الصفقه تقدر تقول ان هي بنسبه 99% طبقا لكل المصادر وكل الناس، وانا مش بتاع حصريات، ولكن طبقا بالذات للاستاذ خالد الاتريبي، ان مروان عطيه يعني خلاص انت بتتكلم في الرتوش الاخيره، وان هو في كلام كمان ان هو ممكن يكون موجود جوه النادي الاهلي بكره عشان يتم الاعلان عن الصفقه. طيب ده بالنسبه لمروان عطيه وقصه محمد محمود والصفقه دي. القصه الاخيره بس قصه ان حصل انقسام ما بين جماهير النادي الاهلي، ان فين الصفقات وان انتوا جبتوا، فلا وفي ناس شايفه ان لا ان الاهلي جابه وبيتحرك، والخلاف على المهاجم. كل الكلام بيقول ان الاهلي فعلا شغال على مهاجم والاهلي هيجيب مهاجم. في ناس بيقول لك لا الوقت والوقت قصير جدا والوقت صغير جدا، احنا النهارده يوم 9 الاهلي. طب بصوا يا جماعه، انا بصراحه من النظريات او من وجهه نظري، فكره ان انت بتجيب مهاجم عشان يعمل حاجه في حاجه معاك في كاس العالم، فكاس العالم الانديه اولا ترتيباته هي ترتيبات مختلفه، وصفقاته هي صفقات مختلفه، والتنظيم لي انا من الناس اللي هي بتقول من المدرسه بتاعت ان انا يبقى عندي خطه ان انا السنه دي او السنه الجايه او كمان 3 سنين لما اوصل كاس العالم فهاخد كاس العالم واشتغل على الخطه دي، يبقى عندي خطه كده. لكن فكره ان انت تيجي تقول لي انا في يناير هجيب 4 5 صفقات اروح اكسب بيهم كاس العالم، ده ما بيحصلش ومش هيحصل، ولو حصل هيبقى من سبيل الصدفه وكرم ربنا عشان بس نبقى منطقيين. لكن ان هو تقول لي ده اللي هيحصل، ده مش هيحصل، لان انت ما عندكش من الوقت او من المتاح او من الخطط اللي بيقول ان انت رايح تعمل ده، بالذات ان كاس العالم انت كده كده ما كنتش حاطه في الحسبان، في ظروف معينه حصلت وتنظيم معين حصل في المغرب فخلى في كاس عالم، فما تقدرش تلوم في حد لان هو ما كانش في حساباتك السنه دي، هو ما كانش في حساباتك السنه دي، فما ينفعش تيجي تقول هو لازم يبقى في حساباتي السنه دي وانا في يناير هعمل 7 8 صفقات اروح اخد بيهم كاس العالم، ده مش هيحصل. يبقى انا عايز ايه؟ تقول يعني انت مش عايز صفقات؟ لا طبعا، ده احنا كنا بنصوت وبنهاجم الاداره عايزين صفقات، ولكن الاداره عملت صفقات، مروان عطيه صفقه مهمه، خالد عبد الفتاح صفقه مهمه في التوقيت اللي حصل فيه والاصابات اللي حصلت عندك، الضوي كريستو لاعب مهم وصغير وتحت السن فمش عامل لك مشكله في حته المحترفين ودي ميزه. المهاجم انت كده شغال عليه، اللي انا اقصده ان انا مش محتاج اضغط زياده عن اللزوم لان مش لازم اجيب مهاجم وخلاص، زي مثلا فكره المهاجم اللي جه اللي هو عبد العزيز يعقوبه والراجل قال لك ده مشاكل خلاص نشوفه اعاره، لا ما ينفعش خلاص يبقى شكرا. انا مع الاريحيه دي، فكره ان انا اضغط عشان انا هجيب المهاجم اللي هيروح يجيب لي كاس عالم مش هيحصل، فانا محتاج اتأنى عشان اجيب مهاجم ينفعني في افريقيا وفي الدوري وفي الكاس، ده اللي انا شايفه وده المهم بالنسبه لي. هتقولي انت مش مهم بالنسبه لك كاس العالم، مهم بالنسبه لي كاس العالم، ولكن انا رايح اشارك في كاس العالم وانا عارف اني هاخد خطوه بخطوه، اكسب الماتش الاول، الماتش الاول ربنا كرم، نشوف الماتش اللي بعده ويبقى دي طموحاتي، لان هي بطوله زي ما بيقولوا كده جت من السماء، جت كرم وتكليلا لمجهود. طموحاتي فيها لازم يبقى ليها ليميت، وما استناش من الصفقات دي ان هي تروح تجيب لي كاس العالم. ففكرة انه لا احنا النهارده 9 المهاجم لازم يجي، لا يا جماعه هو مش لازم يجي، انا ممكن اكون حاطط لعيب ومش لازم يجي دلوقتي، هو لازم ما ينفعش انهي يناير من غير مهاجم عشان بس يبقى واضح وصريح، لكن اللي انا اقصده ادي بقى الاداره وقتها، ما انا لسه معايا لغايه 30 يناير، ما انا لسه معايا لغايه 30 يناير. ففكره ان انا ابتدي اقلل من الصفقات اللي جت، لا الصفقات اللي احنا كنا دايما بنقول ان الاهلي محتاج 3 4 لعيبه، انت جبت 3 لسه فاضل لك مهاجم، بيتقال ان في صفقه كمان هتكون قلب دفاع. طب خلاص الناس بتشتغل، الناس جابت صفقات، جابت خالد عبد الفتاح، جابت مروان، جابت كريستو، بتتكلم في المهاجم، في مهاجم جه ما نجحش طبي بندور على البديل بتاعه. انا شايف ان الموضوع ما بقولش ان احنا نقول الحمد لله ارتضينا باللي حصل، لسه مستنيين المهاجم القوي، ولكن بلاش التعجل الزياده، زي ما بقول لك انا بكلمك في ان انا راجل كنت بنتقد ان ما فيش صفقات وما ينفعش انهي يناير من غير المهاجم الافريقي القوي اللي يحدث الفارق، ولكن خلينا نقول
ان دايما انا بقول الصفقات لما بتيجي كده كده رزقك في الصفقات ده مش هنشوفه غير في الملعب. انا ما اقدرش احكم على مروان عطيه، على خالد عبد الفتاح، على كريستو الا لما اشوفهم مع الاهلي هيعملوا ايه. اللعيبه دي كويس جدا، لعيبه انا كويسه جدا وبتقدم اداء كويس جدا، لكن انا دايما مع نظريه اشوف اللعيب بعيني هيكون معايا انا ايه، هيعمل معايا ايه، كميته معايا هتكون ايه واقدر احكم. ده نفس الكلام بالنسبه للمهاجم اللي هيجي ويتم الاعلان عنه. احنا بنقوله الصبر لسه معانا لغايه يوم 30. فكره ان انا اربط الصفقات بكاس العالم للانديه انا مش مع الفكره دي، او مش مع ال 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 النهج ده، لان زي ما بنقول ان كاس العالم ده ليه خطه وليه طريقه، او كاس العالم اللي جالك المره دي ده جالك بشكل مفاجئ. فانا شايف ان انا خطتي تفضل ان صفقات يناير هي الصفقات اللي تخليني ارجع الدوري اللي غايب بقاله سنتين، افريقيا اللي غابت عني السنه اللي فاتت، وربنا يكرم بقى ويكون في سوبر افريقي، يكون في طبعا الكاس، يكون في القصه بتاعه المحليات اللي موجوده عندنا. دي وجهه نظري وده رايي. اتشرف ان انا يا ريت يعني ان انت تكتب لي رايك في الكومنتات، وطبعا اتشرف بمتابعتك على الفيسبوك او على اليوتيوب، وان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقه جديده من المشجع. سلام.